تحيا مصر. نشكر الظروف السعيدة اللي وفرت لنا سولفاندي بلك العلاج فيروسي، بلك نشكر سيد المحافظ والسيد مدير التأمين الصحي في جنوب سيناء، نشكرهم إنه وقفوا معانا وتعبوا ووفروا لنا العلاج لغاية المدينة هنا، ونشكر الدكتور عصام فرحان مدير اللي هو متخصص بطنه، ونشكره متخصص الكبد. أولاد جريدة الفيروز وايضا اذاعه جنوب سيناء ان احنا هننزل كل بيت كل شارع كل مدينه، ونعلن اهو على الاذاعه بتاع جنوب سيناء ان تعلن ان كل من هو عايز يحلل ان شاء الله مجانا هنحلله وهنشوف عنده الفيروس ولا مش عنده ثم نعالجه. هنا ربنا ييسر كده في لجنه علاج الفيروسات الكبديه هتتفتح في الدور تسهيلا لاهل الدور كلهم بدل السفر من السويس او اسماعيليه. في مجهودات ورا الموضوع ده متابعه من السيد الوزير المحافظ ورئيس التامين في قطاع التامين في بورسعيد والدكتور محمد السيد من النهارده. عايزين نعرف الناس ان احنا ابتدينا نعمل اول صرف سولفاندي في جنوب سيناء في عيادة الدكتور شامل التأمين الصحي. قرار السولفاندي ده اللي احنا كنا عارفينه جايين رايحين بورسعيد للدكتور، وابن دليلك صدقني سياده الوزير خالد فودة كل البلد بتدعيلك على جهدك وعلى نشاطك بجد، واحنا ولادك نشكر هيئة